هو في معه ربو وأكل بوزة، لهيك عم يعاني من صعوبة بالتنفس. كل اللي صار بسببي أنا، لأني ما انتبهت مني حالي. لا فاندانا، لا تلومي حالك، أنت ما تجاهلتي هذا الموضوع عن قصد. هاي الأمور بتصير مع الأولاد. اللي دكتور، في شي بيخوف؟ لا لا أبداً، بكرة الصبح بيكون أحسن. شكراً كتير إلك، بس في عندي طلب. اللي رجاءً ممكن تخلي الممرضة تضل معه، يعني على الأقل للصبح. أكيد، أنتي ضلي هون معه لبكرة وبتعطيه الأدوية، وإذا بدك أي شي بتخبريني فوراً. هذا ابني خرب لي كل شي مخطط له. بالإذن. يا بطل، انت رح تصير احسن بكرة الصبح. اذا احتجتوا شي بتعرفوا رقم تليفوني، اتصلوا فيني فورا. عن اذنكم. استنى شوي. أنا اليوم كتير قللت من احترامك وغلطت بحقك، بس أنت رغم هيك اجيت فوراً لما عرفت أنه ابني تعبان. بتمنى أنه تسامحني.